مش عبودة الدواخل اللي يتعلم عليه في حتته. عليا الحرام ما حد معدي ولا متحرك الا لما اخد فلوسي منكم انتوا الاثنين. احمد باشا، في مصيبه جديده عند رحيم. في يا خالد؟ شكلنا كده داخلين على واحده تانيه زي بتاعت بولاق. اطلب قوه فورا. حاضر يا فندم. قوم. ما يامرش عليك ظالم. يا لهوي يا حلمي، في ايه ده؟ في ايه يا بنتي؟ انا عارفه. في ايه يا رحيم؟ في ايه يا ابني؟ مفيش حاجه يا حاج. مفيش حاجه ازاي؟ ما تسكت مراتك يا حلمي. حنان، ما اسمعش صوتك. هات من الاخر يا عبود. ال 50,000 جنيه فلوسي اللي كلهم صاحبك عليا. هو انا مش قلت لك يعوض عليك ربنا؟ بس لو عايز تسترزق عندي ليك شغلانه هتكسبك اكتر من كده بكتير. شغلانتي؟ ما تبص لنفسك، ده انت طالع من السجن مش لاقي اللضا. مالكش فيه بقى. عايز تسترزق انت والرجاله اللي معاك دي ولا لا؟ انجز، فلوسي فين؟ عبوده، لو جاي ولو اتعلم وتمشي ما انصحكش. علشان رحيم لو عضم في قفه ما بيسيبش حد. وهقولها لك تاني، لو سلاحك ده اترفع عليا موتني. علشان لو ممتش هزعلك قوي. انت بتهددني؟ لا انا بس بفطمك، علشان ساعتها مش هكون لك حق عندي. ومات الكلام يا حاج بدر. ايوه. هات الامانه اللي عندك في الدولاب. امانه ايه؟ مالك قلقان ليه؟ ده انت اللي معاك السلاح. رحيم خد. امسك. ايه ده؟ ده العربون. ودول علشان الرجاله. علشان مش رحيم السيوفي اللي تيجي لحد عنده رجاله وتمشي من غير ما يتعمل معها احلى واجب. خد يا دي امسك. على فكره دي انت ما تربيتش. انت ما عرفتش تربي رجالتك يا عبوده. مش تستاذن ياد معلمك الاول؟ يزنهم بقى. خلي الرجالة تتحي. مد ايدك يا ايوه جاي. رش على شيشة تجيبها بلاي قطيفة. العب يا برنس. خشب يا غشيم. هو انت غشيم في كل حاجة حتى في الطاولة؟ تعمل ايه بقى؟ ارزاق. راحت عليك العشرة يا حلو. ايه ده؟ انت بتسلمنا رحيم؟ اثبت يلا. انت عبود يالا؟ خير يا باشا؟ في ايه؟ كنت جايب رجالتك واقفل الحاره ليه؟ ما حصلش. هو ايه اللي ما حصلش؟ الراجل لما عرف اني خرجت من السجن جه حييني، رقص شويه هو ورجالته، بعد كده مسكوا طريق. فتشرب الواد ده؟ تشرب ايه يا باشا؟ ولا بدوي؟ عمرك رحيم باشا. هات واحد شاي كارف ميه للباشا بسرعه. بس كده عليا يا باشا. وشوف رجاله تشرب ايه. حاضر. اصل ما ينفعش يا باشا تيجي انت والرجاله لحد رحيم السيوفي الا لما يتعمل معاكم احلى واجب. يلا رجاله. نورت يا باشا. عايز كل حاجة ترجع لمكانها. إخواتي، أصحابي، رجالتي،
علشان كل حاجة ترجع زي ما كانت، كل حاجة لازم تتعمل صح. علشان يوم ما رحم السوفي هيضرب تعرف ارض ابو علبة؟ ابو علبة؟ قال لك فين يلا؟ ما اعرفش ابو علبة. يلا قلت الرجاله تقول المكان. ما تقلقش، الجنينة مترشقة بالرجاله بتاعتنا، مفيش غير الممر ده. خد بالك رحيم، خليه على الله. نورت يا رحيم بيه. ما تتهورش يا رحيم بيه، اخوك في ايدي. رحيم، هشام، هشام، رحيم. هشام، 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 هدل على سلامتك يا هشام.